غريب في الأمر سي جمال أنه ما قيل على رياحي غير موجود في الملف القضائي إطلاقا. لست أدري نائب العام ماذا يريد أن يقدم رسالة. كل هذه الحقائق في المحاكمة ثبتت وكشفت الحقيقة. إلا حبيت سي جمال أنا باه ما نبقاوش نتكلموا في العموم، نحب نكون عملي مؤخرا. عندنا سي هشام إذا تسمح لي نطرح له سؤال مباشرة، توبع بقضيتين، هل هذه القضيتين تفضل. فيهما سب وشتم؟ سي هشام ما هل فيهاش، لا ما توبعت فيهاش، بسب وشتم؟ لم أتابع بهذا، لا في المتابعة القضية تخص نعم صحيح صحيح، غير متابع بهذا، لا في القضية أحسن ما مثال فيهاش يعني إطار جامعي متابع بقضايا رأي، عبارة عن مناشير، عن تعبير عن رأي في وسائل التواصل الاجتماعي. ولو نطرح سؤال على جميع المتابعين، الهادي العسولي، محافظ قاسمي، مفيدة خرشي، وجميع المتابعين، لن نجد قضية سب وشتم بخصوص الندوة الصحفية. حسب علمي وحسب ما طلب مني هؤلاء الشباب، إنهم قد قرروا تقديم شكوى ضد النائب العام على التشويه الذي طالهم في تلك الندوة الصحفية. وأيضا وكان هناك يعني وبدا هناك تجيش إعلامي، قنوات وعواجل وإبراز لهذا التشويه كما كنت تقول. وهذا التشويه كان قصده تشويه سياسي، تشويه أمام الرأي العام وللتأثير على القضاء، لأنه بالطريقة هذه من المستحيل أي قاضي يكون يشارع هؤلاء الشباب تكون محاكمة عادلة، لأنه من شروط المحاكمة العادلة ليس يوم المحاكمة فقط، وإنما من أي من التحقيقات في الضبطية القضائية إلى المتابعة، إلى التحقيق عند قاضي التحقيق، إلى المحاكمة، ومجموعة من الشروط. هذا التلفيق وهذا التوجيه يؤثر حتما على القضاء، ولن يجعل القاضي مستقلا في إصداره للحكم. والغريب في الأمر قلت لك، يعني أنا أدعو، مانيش عارف إذا هذا الرئيس عنده مستشارين يجوا الجلسات علنية، والجلسات العلنية المقصود من الجلسة العلنية هو لتوفير شرط المحاكمة العادلة، تكون الناس تسمع وش صرا في الملف هذا. وإنما أنا ما أؤكده من أن هذه المتابعات سياسية، متابعات تاع رأي من أجل القضاء على فكرة هذا الفكرة الحراك الشعبي. والدليل الآن أنا أتكلم من الواقع. الدليل مجموعة من الشباب الذين هم مشوا طول حياتهم، عائلاتهم ما استفادوش من الجزائر كما استفادوا هما، ما عاشوش. كان من المفروض هؤلاء الشباب يحاسبوا هاد المسؤولين اللي قعدوا من 69 ومن 70 لمدة 40 سنة و50 سنة وهما في الحكم. انت تجي في جلسة بعد ما حدث أمام ملايين من الشعب الجزائري أن هناك قائد أركان أوصل هذا الرئيس إلى ما هو عليه، وهناك قائد أركان سابق اتجه إلى دولة خارجية وحرض أفراد الجيش على الانقلاب على القيادة السابقة، ولم نرى تحرك لا للنائب العام ولا لأي كان. متابعات أوامر بالقبض بعشرين سنة في مدة وجيزة خلال 18 شهر، رأينا العجب، تحول كل شيء فوضى. من يقبل هذا في الجزائر؟ كيفاش راح تقنع الشباب هذو باللي حقيقة دولة مؤسسات؟ واحد العدالة في 18 شهر تحكم في المحكمة الابتدائية الجنائية وفي المحكمة الجنائية الاستئنافية وطلعت المحكمة العليا وأعيد تبرئته، ومانيش نتهم، من حق كل متقاضي مهما كانت صفته. هذا أنا محامي أؤمن به حتى للشيطان، حتى الشيطان يجب أن يحاكم محاكمة عادلة، ونوفر له جميع الظروف لأن تكون محاكمته عادلة. لن أدخل في الأشخاص، ولكن المنطق بلاد، رانا في 2022 وسائل التواصل الاجتماعي، العالم قاع ما فهمش وش راه يصرى في الجزائر، وتحوس تقنع الشباب
وتقول الرأي العام باللي راهم يسبوا ويشتموا ولازم يقعدوا في الحبس، بينما في مرحلة ما كانوا يشكوا الظلم وقع على أولادهم أو على وقع ظلما على مسؤولين أو على أولادهم أو على كيف شوف أنا نامن بحاجة، هذه الجزائر هذه إلا التصرفات هذه من المفروض ما تكونش ثورة تعب الشعب الجزائري، تعب، ما كانش واحد أعلى من واحد في الجزائر، جزائريين ثورة شعبية جمهورية جزائرية ديمقراطية ضمن الإطار الأطر الإسلامية. طب على ذكر التعامل، كنا نتابع صورة زكريا القرفة، والده يقول بأنه تنقل من الدرعان من ولاية طرف إلى العاصمة حيث حول ابنه زكريا لطلب رخصة زيارته لم يحصل عليه واضطر إلى العودة بكل مصاعب ذلك. أيضا في ازدواجية المعايير كنت تشير مثلا إلى تعامل مع معتقلي الرأي وأصحاب الرأي، مثلا تم رفض اليوم خبر يقول تم رفض رفع الرقابة القضائية على قدور شويشة في وهران، الأستاذ الجامعي رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فرع وهران، ووالي وزوجته جميلة لوكيل الصحفية، والصحفي سعيد بودور طلب محاموهم رفع الرقابة عنهم، تم رفض ذلك، بينما خالدة تومي التي أدينت في اتهامات بتبديد أموال بفساد يطلب محاموها الإفراج عنها فيكون لها ذلك. سي جمال أجيبك عمليا وبأمثلة داحضة لا غبار عليها. رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق ورئيس أكبر حزب جبهة التحرير الوطني، حزب جبهة التحرير الوطني، أمينه العام سعداني عمار صرح في كل القنوات وفي عدة ندوات صحفية، صرح بأشياء تهز كيان دولة بأكمله، اتهم جهاز أكبر جهاز العمود الفقري لأي بلاد بقتل رئيس بخلق فوضى بكذا، لماذا النيابة لم تتحرك وما خرجناش النائب العام ويحرك شكوى ويقول إلى يومنا هذا غير متابع، صحيح ولا لا؟ ومن جاء بعده وراءه وراء من خلف سعداني تم الإفراج عنه كذلك محمد الجميعي رغم توجيه له اتهامات كذلك خطيرة بعدها. أقول شيئا آخر، أيهما أخطر للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري، سرقة المال العام وحرمان بلد ومرضى وشيوخ ومناطق ظل من أموالهم وسرقتها تفرج عنهم بإفراج مشروط واستفاد العديد منهم وسيستفيد، لأنه لم شمل ثبت الآن بأنه قضية لم شمل أجنحة تصارعت وتشوف التصرفات هذه هي التصرفات القاتلة، دار تكريم البلاد تقلبت كما نقولوا بالدرجة، ما يفهمهم وهو يخرجوا يفهموا الشعب هذا قال ها وشكون الخاطئ ها وشكون قائد الأركان السابق هو اللي خطأ ولا التوفيق اللي خطأ ولا قائد الأركان النزار ولا تصرفات كما هذه، كيفاش حبيت هذا الشباب هذا وراه القدوة هذه ليه؟ أنت الوطنية دير كما تحب، أنت تعيش 40 سنة في المسؤولية تدي واش تحب، تحمي ولادتك وولاد الشعب فقراء، محاد قاسمي كعاد بن صحراء بن أضرار في 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 الثلث الخالي يعاني أولاده يعاني ومفيد خرشي كما قلت زواولة، لم تستقيم البلد بهذه الطريقة. الرسالة التي أرسلها الشعب الجزائري في حراكه مهما قلنا في الحراك واستعملت بدون الدخول في التفاصيل، أنا أتكلم ما يتكلمه الشعب البسيط في المقهى في المحكمة في السيارة في الطريق في الحومة، ما يعبر عنه الشعب هذا تقول لك مستحيل، ما زالت نفس التصرفات، هما ليهم حلال عليهم، العدالة يتصرفوا فيها كما يحب، ولادهم يستفاد، أعطيني كاش واحد ولد جنرال ولا ولد وزير راه في الحبس متابع بقضايا كيف غير زواولة، روح نشوفوهم مستحيل.
يعني في ويتم بالعكس حتى معتقلي الرأي ماتوا شهداء وجهاد وشعب تمرمد مش بهن اللحقوا النتيجة. أنا قلتها قبل قبيل الحراك الشعبي نهار كانت الناس هذو الآن الذين يفرج عنهم إفراجا مشروطا ما شفناش في دولة ناس تروح تدي دراهم من الخزينة العمومية من البنوك العمومية وتحولها للخارج وتستثمرها وتخلص الضرائب وتشغل ناس في دول أخرى. عليه هذاك الحقنا الوضع هذا لأنه تتصرف الناس في الدولة وكأنها ملك شخصي وليس ملك لكل الجزائريين. بدون هذه التصرفات هذه تصرفات قاتلة ولن يستقر البلد. أنا أقولها لأنني أحس بما يحسه أبناء الشعب الذين أعيش معهم. الناس متخبية وقاعد خارج دار الرئيس كونفيرونس دو بريس في المرادية كل المتابعين أكبر أكذوبة. على ذكر في المقابل هؤلاء المتابعين أنهم زواولة قدرت عليهم